ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن العروس الجزائري سلمى، وهي طبعا حديث الساعه، ربنا يوفقها ويكرمها يا رب، وهي بتقضي شهر العسل بتاعها وهي مبسوطه. وعلى اغنيه كارول سماحه ان هي طبعا بتحب زوجها جدا، وياما ليالي الاغنيه طبعا حضراتكم عارفينها ومشغلاها له، وبيقضوا شهر العسل في احدى فنادق الجزائر، وكمان بتلقى اعجاب شديد جدا جدا ما شاء الله باللبس الامازيغي، حلو قوي ما شاء الله، جميل جدا عليها. قولوا لي انتوا رايكم ايه احسن تصديره كانت كمان لسلمى. وكمان اللقاء الاول اللي كان بينها وما بين زوجها سامي، وده اللي احنا بنسميه الفيرست لوك، اللي دلوقتي كل العرايس بتعمله، واندهاش العريس بجمالها وانبهاره بيه. عيدهم يا رب ويسعد حضراتكم اجمعين، ويوفقهم ان شاء الله، ويرزق كل بنت يا رب بالزوج الصالح باذن الله تعالى. اشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشير واللايك، وكمان ندوس على زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم جدا من كل قلبي، بحبكم جميعا في الله.